ويكند وما تعودنا إلا نجيب لكم العروض القوية اليوم يا مازن. وين عشان أنا أقول وين عشانكم اليوم؟ الخميس والجمعة والسبت ثلاث أيام بمناسبة افتتاح مطعم غازي. وين مطعم غازي؟ دوار صفا المعبيلة بجانب مطعم الزعيم بتشوف مكتوب لك غازي. ثلاث أيام خصم 50% على جميع أنواع الفطاير. أي نوع فطيرة قيمتها بريال صار بنص ريال، ريالين صار بريال، ثلاث أيام فقط. مطعم غازي جدا موقع سهل بجانب القندول للتسوق، الزعيم على يسارك، دوار الصفا على يسارك. مع العلم الناس اللي تبحث عن الذبايح عندك كشتة عندك أي مكان يضبطوا لك، بنجيكم على الذبايح. شوف الذبايح معلقة. الناس اللي تبحث عن اللبن التركي موجود. شوف 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 خصم 50% على جميع أنواع الفطاير يا حبيبي. فطاير تركية وين؟ على الفرن يا حبيب. 50% يعني اللي بريال بنص ريال. تعال تذوق طعم الفطائر التركية بأنواعها. شوف شوف الله يا معلم. الطواجين بأنواعها، راح أصدمكم في موضوع الطواجين، خليك جاهز. لأول مرة في سلطنة عمان الطواجين التركية يا معلم، جاهز تطلب ويعملوا لك إياها في الفرن بالطريقة التركية الأصلية. لأول مرة في سلطنة عمان جرب اطلب بس طاجين واحد، بعدها راح تدمن عليه. وتذكر عندك كشتة، جلسة، تجمع عائلي، حصل مجهز لك بأنواعه الرياش والمشاكيك والكباب والدقائق بكل انواعه. تعال وتجهز امورك وشيل ستيك مالك واللحم مالك وكل ما خاطرك. اكل تركي وعندهم الذبايح معلقة، سواء تطلب قبل او تطلب بعض الاشياء تكون جاهزة لك بنفس اليوم. تركي شغل. الله 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 الله. يميك نصر باركة أركز بيك درس. يعني أنا سألتك كيف الطعم باركة يا جماعة. أنا أروح وأرجع على الطاجين، أروح وأرجع على الطاجين. تعال خذ لك واحد من الطاجين. شوف شوف يا جماعة، شوف الطاجين كيف مرتب. لا يفوتك العرض، العرض خصم 50% على الفطائر والباقي أقول لك جربهم يا جماعة. ترى على فكرة دائما الجبن كل ما كان ساخن وحار كل ما كان الجبن ينضب اكبر. احنا الحين بنجرب هذه الحين طالع من الفرن. قصه بسم الله طبعا هذه بس للتجربه. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا هذه حاله هو بياكلها. هو قصه اول كثير، الحين بيقصه شوي عشان يراويكم بس الجبن. ايوه اوف 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 الجبن. روح جو جو. الله الله